مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات، صف 11، أدب المادة مهارات حياتية. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء المجتمع الواعي المتحضر، محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. القيمة التربوية هي المشاركة قيمة الشهر، أما القيمة الأسبوعية فالصدق. قديما قالوا: من قال الحق صدق، ومن عمل به وفق. الهوية الوطنية: تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. ننتقل إلى درسنا الخامس في مادة المهارات الحياتية، وهي أضع فردياتي. درسنا اليوم أضع فردياتي. الأهداف: نتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن تعرف الفردية. 2، تصيغ الفردية صياغة صحيحة. 3، تختبر صحة الفردية. طالباتي، قبل أن أحدثكم عن تعريف الفردية، أود أن أخبركم أننا نستكمل عن حديثنا أو دروسنا للبحث العلمي. لكل بحث علمي طالباتي عدد من الفرضيات التي يقوم بها الباحث، وهي تعتمد على طبيعة المشكلة. وتعد عملية وضع وصياغة الفرضيات هي مهارة إبداعية، لأنها تشكل إحدى الركائز الأساسية لعملية البحث العلمي. على كل من يقوم بالبحث أن يضع فرضيات. ما هي الفرضيات؟ سوف نتناول الآن تعريف الفرضية. هي تخمين ذكي يجيب على تساؤلات الباحث، وتعد بمثابة حل مقترح مشكلة البحث أو إجابة محتملة من جانب الباحث عن سؤال البحث أو أسئلة البحث. يبقى هو تخمين، هو اللي بيجيب على تساؤلات الباحث، وهو بيكون حل مقترح لحل مشكلة البحث. طالباتي، يوجد قواعد عامة لصياغة الفرضيات. كيف نصيغ فرضية للبحث؟ كيف نصيغ الفردية للبحث؟ لصياغة الفرديات يجب أن تستعيني بإحدى الإرشادات التالية، وهي: أول حاجة، يجب أن تتميز بالبساطة والوضوح والإيجاز حتى تصوغ الفرديات بعبارات سهلة ومكتوبة بلغة واضحة. الشمول والربط، أي تصوغ الفرديات على شكل علاقات بين المتغيرات. 3، إمكانية التحقق. ترتبط الفرضيات بقضايا ومشكلات واضحة يمكن التحقق صدقها بالمعلومات والملاحظات والتجارب. يعني يجب أن عندما نصيغ فرضية لموضوع بحث معين أن يتميز بالبساطة، يكون يحتوي على الشمول والربط، وأن يكون إمكانية التحقق من صدق هذه المعلومات والملاحظات والتجارب التي يقوم بها. غلق الهدف، ما المقصود بالفردية؟ ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو كيفية صياغة أو طرق صياغة الفردية. لدي رقم 1، الفردية الموجهة، اللي هي طريق الإثبات. مثال: عندما يكون زيادة العبء الدراسي، من ممكن أن يكون إن زيادة العبء الدراسي يؤدي إلى ارتفاع التحصيل العلمي، أو ممكن حل آخر إن زيادة العبء الدراسي يؤدي إلى انخفاض التحصيل العلمي. يبقى هنا لوضع هذه الفرضية الموجهة علينا باستخدام طريق الإثبات، وهي أن يكون لدى الباحث أسباب محددة ومعلومات مسبقة يتوقع من خلالها اتجاه معين للعلاقات بين المتغيرات، وتساغ على شكل ويؤكد على وجود علاقة سالبة أو موجبة. ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الفردية الغير موجهة أو طريقة الإثبات. توجد علاقة بين العبء الدراسي ونسبة التحصيل، سواء كانت طردية أو عكسية، وهنا تصاغ الفردية على غير موجهة عندما يكون لدى الباحث أسباب تجعله وجود اختلاف بين المتغيرات دون أن يكون قادر على أن توقع اتجاه هذا الاختلاف. أما الفردية الثالثة، وهي الفردية الصفرية، طريقة النفي، ينفي وجود علاقة بين متغيرين أو أكثر. مثال:
لا توجد علاقة بين العبء الدراسي ونسبة التحصيل العلمي. يبقى إذن لحل أي مشكلة موجودة مسبقا، كل ما علينا أن نسأل أسئلة صحيحة حتى نكتشف الحل وكيفية صياغة الهدف أو الفرضية. يوجد تغريداتي لدي في الكتاب صفحة 37، نشاط رقم 1، وهو يقوم أو يطلب منكن صنف الفرضيات الآتية حسب نوع الفرضية. توجد علاقة بين زيادة استخدام مخلفات الطعام وزيادة خصوبة التربة. نوع الفرضية، ها، طريقة إثبات ولا غير موجهة أم صفرية؟ توجد علاقة بين استخدام مخلفات الطعام وخصوبة، لا توجد، لا توجد، يبقى إذن ده نفي. طيب الأولى، توجد علاقة بين زيادة وزيادة، يبقى إذن إيه؟ علاقة، ها، إثبات. أحسنتم. توجد علاقة بين استخدام مخلفات الطعام، توجد علاقة بين استخدام مخلفات الطعام وخصوبة التربة، يبقى علاقة الفردية الغير موجهة وهي طريقة إثبات. عليك طالبتي بحل النشاط رقم 1 و2 صفحة 37. ننتقل إلى غلق الهدف. وضحي كيفية صياغة الهدف. الهدف الثالث وهو اختبار الفرديات. اختبار الفرضيات يعني أن تثبت صحتها أو نفيها بشكل كلي، وقد تثبت صحتها جزئيا. لا نحتاج مثلا، لا يحتاج النباتات إلى ضوء لعملية الإنبات، هنا يتم إثبات صحة الفرضية كليا، لا نعم أم لا، ليس لها اختيار. تحتاج بعض النباتات إلى نسبة معينة من الضوء، هنا يكون صحتها جزئيا. بعد وضع الفرضية بيتم اختبار صحتها. يقوم الباحث بأن بعد ما أن فرض فروض عليه أن يتم باختبار صحتها وصفيا أو تجريبيا مع استخدام أدوات البحث. وفي هذه المرحلة بيتم تنقيح الفرضيات اللي اقترحها الباحث، وتستبعد الفرضيات العديمة الأثر، وتستبقى الفرضيات التي تثبت قدرتها في أسباب المشكلة وعلاجها. ننتقل طلباتي إلى غلق الهدف وهو كيفية إثبات صحة أو نفي الفرضية، وهذا بيكون على طريق التجربة. انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.